السلام عليكم ورحمة الله. أنا أم عبد الله الشامسي، أبى أوصل صوت السلطان هيثم سلطان عمان. اليوم وعيت على حكم وأبه على ولدي، يوم ماسكين عبد الله كان عمره 19 والحين 21، وحاطين له تهم من هو عمره 17 سنة. اليوم أوعى على خبر إن عبد الله مؤبد. الحين أنا أبى أوصل صوت للسلطان هيثم، لأنه عبد الله مواطن عماني، لازم أهلي في عمان إخواني هم اللي يوصلوا صوت حق الشيخ سلطان هيثم. أبى يعفوا منه، يعني يعفي عن عبد الله. عبد الله مريض نفسي ومريض جسدي، كله واحدة عنده بس. واليوم انصدمني بهالخبر إن عبد الله انحكم مؤبد. وين استوتها في القوانين الدولية؟ ما استوى، يعني صغير انحكم مؤبد. السلام عليكم ورحمة الله.